خلينا اخش في الموضوع عادي من غير مقدمه، باعتبار ان المقدم قال عباره تستحق التوقف عندها. السني الشيعي، فدي بدايه موفقه. خليني ما اقول لكم عباره، ودي في خطبي موجوده وموجوده على اليوتيوب: الذي لا يتشيع لعلي بن ابي طالب فهو ليس مسلما بالمره. ليس هناك دين، وليس هناك اسلام، وليس هناك مسلم لا يتشيع بالمعنى اللغوي الى علي بن ابي طالب. هل هناك من اهل السنه من يقول انا مسلم ولا يحب علي ولا يتشيع لعلي؟ يقينا حتى من يعتبر نواصب، حتى المحسوبين نواصب، بيقولوا ان احنا مين اللي قال ده؟ احنا اقرب لعلي من الشيعة. كلهم يدعي وصلا بليلى، مظبوط؟ فاذا انا من الناحية اللغوية انا شيعي ثم شيعي ثم شيعي. اما التشيع المذهبي ففي بقى ده محل الاشكال، انما التشيع اللغوي انا اذوب واموت وافقد روحي من اجل علي بن ابي طالب وال رسول الله صلى الله عليهم وعلى محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى هو الشيعي بيقول ولعن عدوه. يا سيدي العن ابو اللي جابه عدوه. يبقى عشان مساله الشيخ طارق هو فين بالظبط فيها مشكله؟ هو الشيخ طارق شيعي ولا سني؟ انا مش عايز حد يلتبس عليه الامر. المساله زي ما المقدم بيقول نقلا عن رسول الله: يا علي عهد معهود من الله لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. لا يحبك الا مؤمن. انا استعز ابقى مؤمن، اعمل ايه يعني؟ اسيب الدين واخلص؟ ما هو يحب علي يطلع من الاسلام. فانا احب عليا لاظل في بودقه الايمان، والا خرجت وصرت من المنافقين. طبعا تاريخ الاسلام كله حافل بالذين يكرهون عليا واقعا وان تلفظت على السنتهم الفاظ الحب، لكن واقعيا فيه كراهه، فيه كراهه. انا اقول لكم على حال: كل واحد فينا سني ولم ازل. هلا واحد يقول لك حيرتنا بكلمة سني ولم تزل، لخبطت لنا مخنا. هفهمها لك دي ببساطة كده. هو يعني أنا لما أكون سني معناها إذا تبين لي حق أتنكر له؟ يعني هل كوني أنا سني، سني يعني إيه الأول؟ اللي هي المدرسة السنية، مدرسة السنة اللي هي مدرسة مين؟ مدرسة البخاري ومدرسة مسلم ومدرسة الترمذي ومدرسة أبو داود ومدرسة النسائي. أنا عرفت أهل البيت من كتب الشيعة؟ لا، من البخاري ومسلم والترمذي. يوم ما أروح أجيب كتب الشيعة وأقعد أقرأ في جعفر الصادق وأجيب أو أنا شيعة. إنما ده أنا إخواني السنة أحبائي علمائي هم اللي عرفوني من هو علي. فأنا صرت أوالي عليًا من كتبي كسني ومن طرق الاستنباط والاستدلال عند السنة. المشكلة زي ما قلت لكم امبارح في أزمة، إن احنا كسنة خايفين الشيعة يجيبوا فينا جول. هذه المسيطرة على عقلنا. ف
فكل وعارفين عندنا في ارهاب فكري، في الفكر السني ارهاب، سيبوكم من الارهاب الداعشي ده لان ده يخلص بالسلاح، انما المشكله في الارهاب الفكري. بمعنى ايه؟ انا هقول لكم، اقسم بالله وانا صادق، لو النبي محمد راح في ميدان في مكه، وقف في المسجد الحرام وقال لن يدخل الجنه الا من شايع عليا، النبي محمد هيكفروه ولن يجد احدا يسمعه، لمجرد انه قال كلمة شيعي. هناك تاريخ لكلمة شيعة دي تم كهربته، وان انت تلمس تتكهرب، تقرب رحت فيها. يا جماعة المسألة بسيطة، يعني انا عايز اقول لك العقلية. طيب احنا كسنة، انا كسني، انتوا الشيعة بتقولوا التحيات بطريقة شوية مختلفة عن السنة، لكن في المدلول العام النهاية واحدة. انتوا بتقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، احنا كسنه بنقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد. بعد ما نقول الكلام ده تيجي تتصرف. طب يا جماعه انا عايز اي واحد من اخواني السني اللي زيي، ويمكن في بعض السنه قاعدين سامعيني او هيسمعوني على اليوتيوب، هل ممكن ان انت تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ويكون حد من ال محمد موجود، وبالذات لو كان علي بن ابي طالب؟ بلاش نقول السيد باسم الشرعي والسيدنا، ولا نقول السيد علي بن ابي طالب موجود، ينفع تقام الصلاه اخش انا اصلي بامام؟ انا هقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وبعدين المؤذن يقدم، وبعدين حضرت الصلاه، وفي علي بن ابي طالب موجود، وانا لما هقول التحيات والتشهد هقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، انا ابقى امام الراجل ده اللي انا بصلي عليه وهو قاعد في ظهري؟ السؤال هنا، هل ابو بكر نفسه كان بيقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا ما كانش بيقولها؟ طبعا انتوا كشيعه بتقولوا لا ما كانش بيقولها. لا اتحداكم، انتوا كشيعه مش ممكن كان بيقولها، لان عندكم تقول لك هو ما اسلمش اصلا، ده كان منافق. ان يا سيدي مش بقول لكم الحقيقه، انتوا تاريخكم اسود، انما احنا تاريخنا مختلف. انا بقول لك اهو، يعني لو ابو بكر كان بيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، فمن التلقائيه البروتوكول يحتم ان الذي بصلي عليه هو اللي يبقى الامام بتاعي. البروتوكول، حتى بروتوكول اللي بيعملوه في البيت الابيض، في البيت الاسود، في اي مكان في بروتوكول، فالبروتوكول يحتم ان من اصلي عليه ان يتقدم علي. وحتى لما نقولها نقول، هل لما احنا نسال اي سني كده على قهوه، على قهوه، لان احنا في نيويورك الحقيقه احسن بزنس العرب والمصريين فاتحين فيه القهاوي، احنا بارعين في القهاوي، اقعد على قهوه كده وكل واحد كده بالراحه، لما تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عشان هم زيك ولا احسن منك؟ يقول لا عشان احسن منك. تقول له يعني ابو بكر كان بيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا ما بيقولش؟ هيقول طبعا كان بيقول. طيب عشان هم زيه ولا احسن منه؟ المفترض بعيد الاجابه يقول ايه؟ يعني احسن منه. يبقى في داعي نسال مين احسن، علي ولا ابو بكر؟ اذا كان ابو بكر وكل اللي قاعدين على القهاوي مقتنعين اللي يقول اللهم صل على محمد لا عشان اهل محمد احسن منه. شفت بقى السنه عبقريه، عشان كده السني هي عبقريه. طلعوا قالوا ايه؟ قالوا لا، ال محمد هي ام محمد. شفت بقى بنطلع حاجات ما لهاش في الدنيا ابدا. طيب يعني انا اقول اللهم صل على محمد وعلى أمة محمد، فأعد أمة محمد بقى على نجوى فؤاد وفيفي عبد، مش كده؟ وصدام حسين وحسني مبارك والسيسي، أخلص كله نعدهم كلهم؟ نعدهم أصلي عليهم دول؟ أنتوا عارفين المتنبي زمان قيل باعتباره أستاذ بازي شاعرنا بيقول لك المتنبي قيل انه ادعى النبوه، فواحد قال له ان كنت انت نبي فالقرد لا شك ربي، يعني ما ينفعش. انا عايز اقول لكم المساله بتاعت ان انت
تبقى مسلم وسني ومتبع لأهل البيت، أنا عايزكم كشيعة مفيش داعي إلا تخلوني أنا الشيعة قرفوني قرفوني على الفيسبوك والإنترنت، أنت شيعي ولا سني؟ يا عمي سني لأجل النبي، يا أخي إزاي بتقول سني وبتدعو لأهل البيت؟ المعضلة دي مش ممكن. بدم بتؤمن بغدير خب، أنا لسه قبل ما أوصل لكم فتحت إيميل، واحدة تقول لي الفرق بين الشيعة والسنة غدير خم. طيب غدير خم ده جاء عند الشيعة ولا جاء عند السنة؟ الطبري كان سنة، ابن كثير بيكفر الشيعة وبيلعن أبو اللي جابوا الشيعة، ومع ذلك قال الخطبة العصماء للنبي يوم غدير خم. يعني إذا لا أحد ينكر بالمرة إن في حادثة اسمها غدير خم. بس هقول لكم والله انا كنت ادعو الى الله كاخوان مسلمين، اقول لكم كان بعضكم ما يعرفش تاريخي، انا من تقريبا من اولى ثانوي وانا راجل في الدعوه الاسلاميه وقيادي واخطب على المنابر وكاخوان مسلمين، واعتقلت سنه 81 ليا تاريخ يعني اعتقالات، وكل يوم والتاني الحكومه المصريه تقبض علي، واقسم بالله ما سمعت كلمه غدير خم دي، ما سمعت على اللفظ ده الا يمكن سنه 90. وانا طب واحد يقول لي انت شاك على كان عندك كم سنه؟ انا سنه 90 كان عندي كام؟ 27 سنه، وانا بدعي وانا عندي 16 سنه، يعني قعدت 11 سنه ادعو الى الله. وعلى فكره بالمناسبه حسني مبارك مديني جايزه الاول على مسابقه الاوقاف العالميه سنه 87 او سنه 88 في الفقه والسيره. يعني اذا راجل انا مهتم وقاري التاريخ وقاري السيره وقاري وقاري وقاري، ومع ذلك عمري ما سمعت عن غدير خم دي الا يا اما سنه 89 يا سنه 90. تخيل بقى جمع علمائنا اللي ممكن يعيشوا العمر كله عمره ما يسمع عن غدير خم، فاول ما يسمعها يحصل له صدمه. فخيل بقى، طب خليه يبلعها الاول، خليه يبلعها. يا لهوي، ده انا عمري ما سمعت عن غدير خم دي. غدير خم، ما انا هقول لكم يعني في حديث قصص كده. مره عميد امن الدوله عندنا في مصر اسمه محمد السيد، يظهر حد بعت فيا شكاوى سنه 97 ان انا بقول اهل البيت والمهدي وحاجه زي كده. فالراجل اللي بعت لي استدعاني فرحت له مكتبه، فالراجل وانا قاعد معاه بيقول لي ايه؟ وايه حكايه اهل البيت؟ شرحت له، قلت له، وقال لي وايه حكايه المهدي؟ قلت له والله المهدي دي الحمد لله قضيه السنه والشيعه متفقين عليه، بس السنه بيقولوا هيتولد والشيعه بيقولوا اتولد. فهو بص لي كده وقال لي وليش لا انت مش المهدي؟ ما هو في مجانين، مجانين في العراق كل يوم والتاني بيطلع مهدي، مش كده؟ وفي مجانين في مصر كل يوم والتاني يطلع مهدي، في كل حته، والسودان في مجانين. فهو قال يمكن انا عندي فيوز ضارب ونفسي اعلن انني المهدي ولا حاجه. فقال لي وليش لا مش انت المهدي؟ فانا مش عايز اطول قوي يعني، فقلت له الحقيقه يا محمد بيه انا مش من اهل البيت، وهو الراجل من اهل البيت وانا مش منه. قال لي وليش لا؟ ما العرب جم الجزيره العربيه، ويجوز انت جدودك اصلهم من بني هاشم من نسل الرسول. فانا بصيت له كده وقلت له اسمع يا محمد، دي ما اقول لك على حاجه، تفتكر المهدي اللي هيملا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا يبقى قاعد في مكتب سعادتك منتظر عطفك ان انت تدخله السجن او تفرج عنه وتدوب؟ انت كبير قوي يعني واحنا مش واخدين بالنا، يا ده انت المهدي تحت ايديك بقى، ده كلام برضه. ففي ناس عندها عقليه مش قادرين يستوعبوا ان ممكن انت تعرف الحق وتتمناه. كل واحد عارفين انتوا الله يرحمه الشيخ حسن شحاته، الشيخ حسن شحاته كان وهو سني
كان نجمه في السماء، الله يرحمه، كان نجمه في السماء. طبعا أنا لا أوافق على أسلوبه بالمرة، وهذا موجود ومعلن، لكن ده لا يعني إن واحد يروح يقتله، إنما بنقصر المعنى. الشيخ حسن شحاتة كان له برنامج اسمه أسماء الله الحسنى، وكان راجل، ولما تروح تصلي وراه قريب من جامعة القاهرة جنب جنينة الحيوانات، الشوارع كلها ما فيش فيها مكان في الشوارع. لما بقى متشيع، أول حاجة تيجي في أذهان الأغبياء قبض، مش كده؟ هو ده الإرهاب الفكري، قبض. في حين اللي يروح مع علي راح في داهية، مظبوط؟ أعدد للفقر جلبابا، لكن عشان اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، فهم بيتصوروا أي واحد يروح مع علي بن أبي طالب يبقى أكيد الشيعة لقطوه وكلفوه وغزوه. أنا على الإنترنت على طول، إيران دفعالي والشيعة دفعالي وخطوبة، ولحد النهاردة واحد من زملائي تافه من قاعد في الإمارات اسمه خالد نوح بيقول علي إيه؟ الشيعة دفعيني، الشيعة دفعوني. طيب سيد باسم، هذا هو سيد باسم، حاول يجيب لي تذكرة على حسابه، فشل، فجبت أنا تذكرة على حسابه، حاول يدفع لي ما رضيتش. أنا بتكلم أحد سيد باسم أحد، حتى التذكرة اللي جاي بيها من نيويورك على حساب مسجد أولي الألباب، مسجد أولي الألباب اللي هو إيه؟ مسجد مستأجر، بتأجرين مسجد عش القاعة دي. المسجد ده يعني طب لو الشيعة بيدفعوا لك المفروض تعمل لك مستعمرة، مستعمرة تمشي فيها. رئيس إيران كان دعينا من أسبوعين، وجهت له ثلاث أسئلة مباشرة أمام الحضور. رئيس إيران دعا القيادات الإسلامية، فكنت أنا مأمن، وجهت له ثلاث أسئلة في غاية القسوة. قلت له من ضمن الأسئلة، هل أنتم أغلقت مراكزكم الثقافية في السودان ونحن نعرف الدولة التي أمرت بهذا، هل تسمحون للسعودية العربية الوهابية أن تفتح مراكز ثقافية في إيران؟ وجهت له السؤال الأكثر حرجا، سمعت أنه لا يوجد لأهل السنة مسجد في طهران، إن كانت المعلومة صحيحة هل تسمحون للسعودية العربية الوهابية أن تقيم مسجدا في طهران؟ وبعد كل هذا يقول عن عن عننا ان احنا عملاء ومدفوعين. اوعى تفكر ان الحمله اللي بتتعمل دي حمله عفويه، لا، ده حمله مقصوده ومركزه عشان كل واحد يفكر يوالي آل محمد يحاسب ويتراجع. لكن التاريخ عداه، سنوالي آل محمد رضي من رضي وأبى من أبى. لو قالوا علينا عملاء إسرائيل هنوالي أهل البيت، لو قالوا علينا عملاء الشيعة هنوالي أهل البيت، وكلنا يوما ما سنفرح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبعدين احنا هيهمنا ايه في الآخر؟ الدنيا دي كلها إن آجلا أو عاجلا رايحة، إن آجلا أو عاجلا الدنيا دي كلها رايحة، ويومها يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة. فماذا لو خسرت الدنيا وكسبت ولاءك لآل محمد، ومن ثم كسبت الجنان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. احنا ما اتبعناش اهل البيت. انتوا ولا زعل مني واحد شيعي مرة هنا في قاعتكم لما بقول انتوا شيعة ولدتوا، يعني انت امك وابوك، امك بترضعك وبتقول لك يا علي، انما احنا عرقنا واتبهدلنا لحد ما عرفنا وخدعنا
التزوير والأحاديث لصدنا عن آل محمد، فنحن نشعر أن الله اختارنا أن نعرف آل محمد ونواليهم، واصطفانا على العالمين من بين أهل السنة لنعرفهم نور آل محمد وطريق آل محمد، الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليه هو الصراط المستقيم؟ روح للقرآن، اللي يروح يغوص مع القرآن. أنا رجل كنت أحفظ القرآن في الأزهر وأنا عيل صغير، كنت أعرف بس أحفظ ما بفهمش. لما كبرت بدأت أفكر، بدأت أتدبر المعاني. لما ربنا يقول اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين ما يقولش ايه هو الصراط المستقيم، ما يعرفوش، يقول صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى المستقيم هو صراط المنعم عليهم، وبعدين يقول في حتة تانية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى المنع الصراط المستقيم صراط مين؟ النبيين. طب النبيين ماتوا، والصديقين، وعلي بن أبي طالب في كتبنا نحن أهل السنة يقول أنا الصديق الأكبر، وفي رواية والفاروق الأعظم لا يقولها بعدي إلا كذاب. علي يقول هذا، علي هو الصديق، الصديق الأكبر، الصديق الحقيقي. يبقى صراط الذين أنعمت عليهم إلا ربنا النبيين، صديقين، شهداء. شهداء مش اللي بيموتوا في المعارك، لا، الذين يشهدون على الناس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ليس معنى أن توالي عليا أن تسب أبا بكر وعمر. دعك من أبي بكر ودعك من عمر، اعتبر أنك طلعهم من مخك. إنما لو أنك اتبعت عليا تظن أنك ممكن تخسر؟ يعني أنا بتبع الشافعي وحنيفة ومالك واحد، هل تفتكر علي بن أبي طالب أقل من أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد؟ طيب في كتبنا يكتبوا إن اللي يسافر إذا نوى إقامة اختلفوا عدد 15 يوم عند أبو حنيفة، 4 أيام عند أحمد وهكذا، ويقول لك علي بيقول 10 أيام فأكثر فأنت مقيم. بعد ما تقول علي بيقول، ينفع يا جماعة نقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بيقولوا؟ طيب وبعد كده يقول لك احنا بنحب علي، انت بتحبه ولا نصاب؟ انت نصاب، لانك لو انت بتحب علي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دي فين بقى؟ افتح كتاب فقه السنة للشيخ سيد ساب، هو بينقل عن علي. دخل الشيعة في الموضوع؟ لا، شيخ سيد ساب اخوان المسلمين ازهري، بلاش دعوه بالشيعة. طيب علي بن أبي طالب في البخاري، مش في كتاب تاني، ما نجعب الشيعة هو الشيعة ما لهمش دخل. علي بن أبي طالب لما كان بيتوضا كان يمسح رجله في الوضوء، دخل الشيعة ايه؟ ادي البخاري، الصحابة في البخاري كانوا يمسحون على أرجلهم، فأبطأ علينا رسول الله وجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. وفي البخاري أتي لعلي بماء فغسل وجهه ويديه إلى مرفقيه ومسح رأسه ورجليه. طبعا هو حب اتعطل فقال وذكر رأسه ورجليه، هي ومسح في نسخ تاني للبخاري غير المطبوعة، ومسح رأسه ورجليه. طيب لما نشوف علي في فقه السنة للشيخ سيد سابق بيقول إن علي بن أبي طالب جاء له رجل فقال له طلقت امرأتي، قال له أأشهدت رجلين عدلين؟ قال لا، قال ليس طلاقك بطلاق. آدي عايزين بقى نتعلم علي بن أبي طالب، هذا هو الحب الحقيقي.
هذا هو الاحتفال الحقيقي بعلي بن أبي طالب. خلينا أقول لكم، علي بن أبي طالب هو عمود الدين الذي كان يمكن أن يحفظ الدين من داعش. داعش نتاج طبيعي لإطاحة بعلي ابن أبي طالب. ليه؟ لأن صار الدين مالوش صاحب. الدين الآن مالوش صاحب، يعني ممكن يطلع فلان يقول وعلان يقول، أبو هريرة بيقول من زمان بقى، وأنس بن مالك بيقول، وعمر بن العاص بيقول، وفلان وعمر بن الخطاب بيقول، وأبو بكر بيقول، وعلي بيقول، وفلان بيقول. في وسط الدوكة دي أين الحق في القضية؟ مش معروف. ضاع الحق. صحابي جليل، كل ما تيجي تتكلم تقول لك صحابي جليل. يا سيدي يجوز ان هو يبقى نصاب؟ طبعا واحد بيسمعني يقول استغفر الله، قال على صحابي نصاب، مع اني ما قلتش ولا اسم، بس كلمه صحابي دي تتهرب اي جو في اي قعده، مع ان قلتها للعشرين مره. كلمه صحابي في القران لا تفيد مدحا ولا تفيد ذما. صحابه مش القران هو المرجعيه؟ انا عايز بقى اي عالم سني في الارض هقولها له يسترجل ويناظرني في كلمه صحابي. كلمه صحابي دي هي اللي هي مفتاح الازمه كلها. صحابي في القران يا صاحبي السجن، ارباب متفرقون، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت؟ أهو كافر. قال له أنت بتضحك ليه؟ عجبك دي شيء قوي على كيفك. أو قال له صاحب أكفرت؟ حقيقة ده النبي صاحب المشركين. وما صاحبكم بمجنون؟ نعمل إيه تاني؟ حتى الجزمة ليها صاح. ولا تكن كصاحب الحوت، أصحاب الجنة وأصحاب النار. يعني كلمة صاحب دي لا أبو بكر بقى سيد جسد وصل. طب يا سيدي وربنا بيقول إذ يقول لصاحبي لا تحزن. طيب اشمعنا كلمة صاحب اللي هنا دي بس اللي هتبقى فيها مدح؟ لو كان ربنا أراد المدح كان قال إذ يقول لصديقه، إنما قال لصاحبه، لأن كلمة صديق موجودة في القرآن مرتين مش أكتر، مرة في الآخرة ومرة في الدنيا. في الدنيا لما تخش كده على تلاجة صديقك تفتح التلاجة وتاكل، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ولا بيوت إلى آخره، أو صديقكم. يبقى لو صديقك تفتح التلاجة وتاكل، ويوم القيامة ساعة لما الدنيا تبقى سودة مسودة ربنا بيقول ايه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ومراتك اللي هي ممكن تكون اللي مسودة عشتك ربنا بيسميها صاحبتك، وهي ممكن تبقى مسيحية وممكن تبقى يهودية، مش كده؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذه كلمة صاحبة. يبقى كلمة صاحبة حتى ربنا بيصف نفسه قال ولم تكن له صاحبة، بقتش ولم تكن له صديقة، قال ولم تكن له صاحبة. يبقى الصحبة لا تفيد مدحا أو ذما. تيجي بقى يطلعوا لنا يقول لك ايه؟ يعني انت عايز تقول ان الصحابه اللي حضروا يوم غدير خم، ما دي على المشكله كلها. معقوله سمعوا النبي وهم اصحاب الاجلاء وتنكروا لتعيين علي؟ يا اما ان هم ما فهموش منها ان علي تعين، يا اما ان انت عايز تقول ان هم كلهم كفار ومنافقين وحشين. أقول لك لا أنا عايز أقول دي ولا عايز أقول دي. هقول لك كلهم فهموا إن علي عين، وعايز أقولها لكم بصراحة. الصحابة كلهم من أول يوم يعرفوا إن علي هو الرئيس، مش محتاجين غدير خم ولا حاجة. غدير خم ده كان إيه؟
تعال موقع. هي توقيع ديكلير، عارفين اللي بيعملوا ديكلير وهذه توقيع. انما الكل عارف ان علي متعين والكل مترستى والكل فاهم. طب يوم غدير خوف، يوم تابوه، النبي لما اول عباره جت في ذهنهم لما قال الغزوه الوحيده اللي علي ركن حطه في المدينه وما خدوش، وكانت النتيجه الكلام كان واضح، ان علي لحق النبي على اطراف المدينه بيقول له يا رسول الله الجماعه عمالين يقولوا ايه؟ استثقله. استثقله يعني ايه؟ ركنوا حطوا على الخط. يبقى في تغيير سياسي. انتوا عارفين كده زي بطريقه انتوا الجماعه العراقيين مثلا، السيد السيستاني مش عايز يقول كلمتين في الملك، يبقى معناه ايه؟ الظاهر مش مدعوم، يبقى الملك هيركن. فيبقى النبي مش عايز يجيب سيره علي، بيركن علي في المدينه، اوه يظهر الحمد لله هنخلص من علي. علي بسرعه جري، يا رسول الله انت مش سامع بيقولوا ايه؟ ده بيقولوا استثقله. قال يا سيدي اما يرضيك ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي؟ طيب اي واحد في الدنيا يبص كده عليه، النبي رفع علي ولا نزله؟ رفعه. عشان كده كان رد الفعل ايه؟ على طول النبي لازم نخلص منه. يا لهوي نخلص من الراجل ده بقى. احنا قلنا الحمد لله علي ركنه، اتى بيه بيعلن ان هو بمنزله هارون من موسى، ده اعلان رسمي ان هو يعني اولموست نبي، مش كده؟ هو بالانجليزي اولموست، مش كده؟ يعني ايه ده هو كده؟ ده ناقص يقول عليه ايه؟ نبي. لا يا عم، هو علي قاعد في بيته، خلينا نخلص منه واحنا راجعين، نسأله في حته يموت، نرجع الله اكبر، العزة، البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون، فتحه. اتفضلوا علي، احنا واحنا في السكه الرسول مات، وبعدين خدنا عزاه، والامه اجتمعت وقررت ان يحطوا ابو بكر. علي هيروح فين بقى؟ خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون. هي بدل ما تتعمل كده عشان سوء الحظ اتعملت لما النبي مات. إنما هي كانت النية أصلا من بدري. طبعا واحد هيقول لك صب في، لو واحد بيسمعني دلوقتي عمره ما سمع النبي كان هيقتلوه، ده كده تفجير، دي كده زلزال. يا سيدي في القرآن علي مالا، في القرآن ربنا بيقول الكلام، وهموا بما يحلفون بالله ما قال، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. روح افتح أي كتاب، روح افتح واقرأ وشوف، يعني دور ورايا يا أخي، اعتبرني نصاب، اعتبرني مكذب. روح افتح أي كتاب وشوف وهموا بما لم ينالوا. يقول لك يوم العقبة النبي هو راجع من تابوت قرر عملية غريبة جدا، إن هو يخش من العقبة وكل الجيش يطلع من حته ثانيه، وقال لا يتبعنني احد في هذا الطريق الا من يقود ناقتي حذيفه وعمار بن ياسر. وبعدين طلع عليه 14، كان الجو كده مغيم يعني عزات المغرب كده، طلع 14 منسمين. النبي قال لحذيفه وعمار ادفعوهم بسيوفكما، ادفعوهم، فدفعوهم. فقال النبي لحذيفه وعمار هل عرفتما القوم؟ قال لا، كانوا ملثمين وغشيتهم ظلمة الليل. قال هل عرفتما ماذا أرادوا؟ قالوا لا. قال أرادوا أن ينثروا ناقة رسول الله فيسقط عليها من في بطن الوادي فيهلك، ألا إنهم هم المنافقون، حرب على الله ورسوله. بس أقف عند الكلمة دي، إلى يوم القيامة. أنا عايز كل واحد يسمعني يقف. يبقى الشخصيات اللي حولت لاغتيال حتى إنها مرتبطة في ذهن الأمة وفي تحولاتها إلى يوم القيامة. مين يا ترى اللي مأثر على الأمة من يوميها لحد النهاردة؟ فكر وقول الإجابة. مين لما تقول علي ينط لك يقول لك
وابو بكر وعمر. على طول قول علي مر، يقول لك يعني انت عايز تسب ابو بكر وعمر؟ هم دول المؤثرين الحقيقيين في تاريخ الامه. الامه شوف ممكن معاويه ده ساعات واحد ايه الجدع اللي اسمه ياسر الحبيب الزفت ده كل شويه يعمل لنا فيلم وعمل لنا اشكال في مصر ويقول لك العن العن فلان وبعدين دولت اشهد في النار وهيعمل حرب وقتال في مصر. على ايه الكلام ده؟ كلام فارغ. معاويه هذا واحد يسالني هل انت تلعن معاويه؟ اقول له لا. يقول لي ازاي؟ اقول له والله انا مش واخد بالي منه. هو في حد اسمه معاويه؟ انا عمري سمعت عنه. اشتغل ايه ده معاويه ده لما تقول اسمه بتضيع وقت. عارف ليه؟ لان هو مش بيت القصيد. انتوا عارفين الدفاع عن معاويه كله ده سببه ايه؟ انتوا اللي بيعرفوا في القوات المسلحه والقتال في عندنا خطوط دفاع. خط الدفاع الاول سينا، وبعدين خط الدفاع الثاني السويس، وبعدين خط الدفاع الثالث القاهره. فلو سينا وقعت يبقى دخلنا على السويس، واذا السويس وقعت دخلنا. فيبقى احسن ايه؟ احتشدوا عند خط الدفاع الاول دونها الموت زوال الا معاويه. اقف عند معاويه، لانك لو فوتت معاويه الخطر جاء. عشان كده انا عمري ما بشوف معاويه. معاويه مش موجود. معاويه يشكر الحقيقه. انا اقول لكم والله العظيم كان اشرف من غيره. انا قلتها لكم وبعيد. ليه؟ راجل قال انا لا بتاع دين ولا بتاع الله ولا بتاع اسلام ولا بتاع. انا راجل اسمع انت، هو انا جاي اوعى تفكروا انني حاربتكم عشان اخليكم تصلوا وتصوموا. انسى انت، هو انا جاي احكمكم بس. شفت في شرف، انما نلبس مقطع وانصب عليه يبقى مين الاخطر؟ البس ابو رقع واسافر هنا وهناك مظبوط؟ يبقى مين اللي نصب؟ فكر بقى فيها. يبقى انت بتضيع وقتك مع معاويه ولا ما بتضيعش؟ هنا بتضيع وقتك، تقعد تشغل نفسك معاويه مسكين ده. اللي حتى تعرفين لو انا ربنا اداني الحكم فيه يوم القيامه اعمل له ديليت. عارفين ديليت في الفايل؟ تعرفوا ديليت دي؟ اصل هيشغل الملائكه يدخلوني هنا، وبعدين كمان تطلع كمان جلده يروح، وبعدين بدل لهم جلود غيرها. ده فيها تضيع وقت. يعمل لي ديليت يا تخلص بدري. ادي معاويه بن ابي سفيان، فهي دي حقيقه معاويه. لا تضيع وقتك مع معاويه ابن ابي سفيان. قضيه علي بن ابي طالب لن يمر ولن يمر اهل البيت الا على جثه الاولين. اقولها لكم طول ما الكلام ده اوعى تفكروا بقوله عند الشيعه. انا ده اللي لامم لساني عشان انا عندكم، عشان اللي يقولوا عليا اب. انما انا بقول اكتر منه في مسجد، بقولها لكم على بلاط. ابو بكر وعمر واقفين يبقى ما فيش اهل البيت كده اهو. طول ما ابو بكر وعمر هم مرجعيه عندنا كسنه، لو النبي محمد طلع ويقول علي ما حد يسمع. انما ابو بكر وعمر لازم يركنوا على جنب. هل ده معناه تسيبهم؟ لا. تلعنهم؟ لا. لكن لان العقل السني مركز على ان يستحي ان ابا بكر وعمر يخالفوا رسول الله. هذه الاكذوبه هي اللي عامله الاشكال كله. الراجل الحارس بن النعمان الفهري هو راجل جسد المعنى اللي في النفوس العربيه. لما سمع ان قالوا له ان النبي في الغدير قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اجى للنبي وقال له يا محمد انت امرتنا ان نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقبلنا. حصل؟ قال له اه. قلت لنا صلوا؟ قلنا اه. قلت لنا صوموا؟ قلنا اه. قلت لنا زكوا؟ قلنا اه. حجوا؟ قلنا اه. جاهدوا؟ قلنا اه. بس سمعت ان انت قلت على ابن عمك من كنت مولاه فعلي مولاه واخذت بالضبح عيه فرفعته علينا او فجعلته علينا.
كلام ده حصل حسب بقى القرطبي، ده سني ولا شيعي؟ ده بيكفر الشيعة. القرطبي خد بالك، انا لا اعتمد الا على كتب اللي بتكفر الشيعة، احب اللي بيكفروا الشيعة، كفر الشيعة ويقول للاسف الشديد طلعوا صح. فالراجل بينقل في صورة المعارك عند قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع القصة، وبيقول الله، فالحارس قال له انت رفعت بضبع ابن عمك وفضلته علينا؟ قال له حصل. حتى العبارة في القرطبي بتقول ايه؟ والله الذي لا اله الا هو من عند الله. النبي مضطر يقول والله الذي لا اله الا هو من عند الله. اقف بقى لحظة، الحارس ابن النعمان بيفهم عربي ولا حمار؟ بيفهم عربي. يبقى لما لو كانت ان النبي بيطيب خاطرك ان عارف كلمتين ما يخصمش يعني، ما لا ما يستاهلش يروح يساله يعني. يا سيدي عايز تجامله يا سيدي كده ايه يعني؟ قلت له انت عارف كويس زي بقى. انت عارفين مره واحد مصري، انا مصري، قال لي مصري، قال لي يعني، قلت له ده النبي قال على علي من كنت مولاه فعلي مولى. قال لي لو كان النبي قال كده انا كفرت بيه وبسيب دين الاسلام. مصري صديق. يبقى اذا ايه ده؟ علي ده، علي ده محقود عليه لحد الوقت. ده مش ده لسه من 1400 سنة لسه الناس شايلة منه. الدنيا ما بتروح، ده لسه في ازمة. فالراجل الحارس ابن النعمان فهم ان من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني انت عملت له ديكلير بالاعلان انه رئيس يعني الخليفة يعني خلاص، يعني كنا فاكرين فيها احتمالات كده خلصتها. لا استنى بقى، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فنزل عليه حجر دخل من راسه طلع من دبره، ده رواية القرطبي. فنزل قول الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارك. هذا هو المعنى الذي فهمه أصحاب رسول الله وعاش النبي 8. يعني لما عمر يروح للنبي يقول له إيه؟ يقول لعلي هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن. كان راح يقول له إيه؟ حيا أنت صاحبي، أنت دمك خفيف، أنت حلو يا علي. لا أنت خلاص يا عم، بس أنا أقول لك بقى كان بيقول هو قصده إيه؟ كان قصده إيه؟ وبقى تعالى قابلني. عارفين المصري؟ عرفوا المصري ولا تعرفوا؟ وبقى تعالى قابلني، يعني اللي هي طريقة في المشمش. شوف ما اعرفش احنا في مصر بنقول في المشمش، ما اعرفش يمكن حد يقول في البطيخ. هنا ما ينفعش تقول في امريكا لان كل الفواكه موجوده ضد السد، فما ينفعش تقول في اي حاجه. وبقى تعالى قابلني. عشان كده النبي صلى الله عليه واله وسلم الاعلان وهو يعلم ان ما فيش فايده. اوعوا تفكروا ان النبي ما كانش عارف ما فيش فايده. هو النبي لما قال لعلي امتي تغدر بك من بعدي ايه معروف. طيب ما النبي بيقول مره النبي ماشي بالحذاء بتاعه النعل بتاعه، النعل فرط منه، فرط منه. علي بن ابي طالب راح قاعد وقعد يظبط له الايه النعل اللي هو يعني اللي هو كان ببسبوس يعني لازم تربطه يعني. فعلي قعد، فالنبي قال ايه؟ ان منكم كان ماشي يقول لك ايه؟ ومعه مجموعه من اصحابه، واسمع كده، فيهم ابو بكر وعمر، اهم اثنين فيهم ابو بكر وعمر. فالنبي قال ان منكم من يقاتل على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله. ابو بكر قال انا؟ قال له لا. عمر قال انا؟ قال له لا. هذا الذي يقصف النعل، هذا الذي يقصف النعل. يبقى اذا كان هناك منافسه معروفه ومشهوره. لما النبي يقول له تقاتل الناكثين والقاسطين والخارجين كان بيقول الكلام ده ايه؟ ما هو عارف. لما النبي صلى الله عليه واله وسلم يمسك الحسين بن علي وهو طفل صغير ويقبله ويبكي عليه عندما يخبره جبريل ان امتك تقتله من بعده. النبي في هذه الحاله، انا ضد الشيعه في المساله دي، النبي لم يبكي على الحسين، النبي بكى على امه صنعها وسقطت قبل ان يموت. النبي اعلم ان امتك ستسقط، وأنه يعلم عليا أن أمته ستغدر به،
وأنه يعلم من الله أن الحسين بن علي الذي نصلي عليه في صلواتنا الخمس سيقتل ويقطع من أمة محمد، ومن سيتآمر؟ النبي حاول بكل الأساليب أن يبعد المنافسين السياسيين، فقرر قبل وفاته بأسبوعين أن يرسل جيش أسامة إلى أقصى عند مؤتة الموضع الذي مات فيه أبوه، ورفض الأصحاب الأجلاء بما فيهم من أبو بكر وعمر، رفض. والنبي إيه؟ هينجن النبي، يا جماعة اخرجوا، وبعدين طلعوني يا جماعة على المنبر اتكلم، وخدوه طلعوه على المنبر مسند على الفضل بن عباس وعلي بن ابي طالب، حتى السيدة عائشة ما رضتش تقول مين هو الثاني، قالت على الفضل بن عباس واخر. اضطر ابن عباس يقول في الرواية الثانية انت تعرف مين هو الاخر؟ قال له مين؟ قال له علي، كانت لا تطيق ذكر اسمه، مش قادرة تتحمل انها تقول اسمه. فخرج النبي ففداه ابي وامي متكئا على علي والفضل، وصعد المنبر وقال ايها الناس ما لكم تنكرون الامارة على اسامة كما انكرتموها على ابيه من قبل، والله انه لحري بها كما كان ابوه حريا بها. وما فيش فايدة، مش طالعين يا محمد انت تقول لنا لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، وتقول لنا يوم غادي الخم اوشك ان ادعى فاجيب، وعايزين نمشي العب غيرها، مش طالعين احنا قاعدين لك هنا لحد ما تموت. وبعدين النبي برضه من باب ايه؟ ابراء الذمه، قال قبل يوم الخميس الاسود هدولي ورقه وقلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ابدا، فاذا بعمر كما روى البخاري ومسلم وغيرهما واصحاب الكتب السته يقول العباره القميئه، غلبه الوجع يهجر، ما عادش النبي عارف بيقول ايه، حسبنا كتاب الله. كتاب الله لما يبقى على كيفنا نجيبه، ولما كتاب الله مش على كيفنا نركنه، ومحمد لما يقول اللي على كيفنا معاه، ولما يقول اللي مش على كيفنا يبقى مش معاه. اركن يا محمد مهما تقول، حسبنا كتاب الله. واختلف من في البيت فريقان، فريق يقول ما قال رسول الله وفريق يقول ما قال عمر. هجر رسول الله فلما وجد النبي نزاعهم قال اخرجوا عني، فما ينبغي عند نبي تنازع، وما أدعوكم إليه خير مما تدعونني إليه، وأوصى بثلاثة أشياء: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والتالت الراوي انسيها. ليه الراوي ينسى على ابن أبي طالب؟ لأنه سيقتل. انه ينسى علي ابن ابي طالب. ومات رسول الله وتركه الاصحاب الاجلاء العدول يتضاربون ويتشاجرون في سقيفة بني ساعدة شجارا عنيفا. قتل الله سعدا، منا امير ومنكم امير، لأعيدنها جزعة كالجاهلية الاولى. الحباب بن المنذر ورسول الله مسجن في فراشه. لماذا العجلة يا عباد الله؟ العجلة سببها معروف، حتى نختار اميرنا ونطيح بعلي وآل محمد الى يوم القيامة. وما اصدقك يا عمرو يا ابن العاص حين قلت في الجلجلية قولتك الشهيرة: وعلمتكم كشف سوآتكم امام الغد انفر المقبل ولولاي يا معاوية كنت كمثل النساء تعافوا الخروج من المنزل وفي
باسم العزيز العلي، ألا من كنت مولاه فهذا له نعم الولي. فبخبخ شيخك لما رأى عقد عهد حيدر لم تحللي، وإنا وما كان من فعلنا لفي النار وفي الدرك الأسفل. وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.